نرحب بكم متابعين عبر قناتنا، نقدم لكم جديد طقس الجزائر ونشريات جوية خاصة لأحوال طقس الجزائر وأيضا تنبيهات من فترة إلى أخرى. نذكر متابعينا بهذه النشرة الجوية الخاصة لهبوب رياح قوية قد تؤدي لزوابع رملية قوية وأيضا للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأحد 7 من شهر أوت 2022. إذن نبدأ بالأمطار، حيث ستشمل منطقة الثورة ولاية بشار خلال أمسية يوم الأحد 7 أوت، وأيضا منطقة عبادلة باتجاه شمال ولاية أدرار. هذه الأمطار ستكون رعدية خلال الفترة المسائية ليوم الأحد. الرياح أيضا ستكون حاضرة على المناطق الجنوبية الشرقية وتشمل مناطق ورقلة وأيضا المغير وتقرت، وأيضا تصل مناطق غردايا والقرارة والمنيعة وحسي الفحل، وأيضا بعض الرياح ستشمل مرتفعات لوكار وتصلي باتجاه عين صالح وبرج باجي مختار، أو هذه الرياح ستكون قوية وقد تؤدي إلى بعض الزوابع الرملية. أيضا بعض الرياح ستهب على منطقة الثورة ولاية بشار، وهذا أمسية يوم الأحد إن شاء الله. تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.